بعيدا عن عوالم الجريمة، وفي مبادرة طلابية قادتها كلية العلوم والتقنيات بمراكش، قافلة العلوم تحط الرحالة بقرية أسني جنوبي المدينة الحمراء. في البرنامج مجموعة من الورشات تقرب تلامذة القرية من الفضاءات الجامعية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا، والهدف حثهم على الابتكار مستقبلا. صديق بالزينة، محمد شحيمة. قرية أسني جنوبي مراكش، وصباح متميز في يوميات الدراسة لدى هذه التلميذة. درس خارج الفصل في ساحة ثانوية الأطلس الكبيرة التأهيلية. هنا طلبة وأساتذة كلية العلوم والتقنيات بمراكش يقدمون شروحات علمية حول الطاقة الشمسية. اليوم جينا لهذا اللقاء استفدنا بزاف، عطاونا دي زانفورماسيون اللي هما تري امبورطون، منهم سميتو الطاقه الشمسيه، كيفاش كتعمل الطاقه الشمسيه وكيفاش كنردو الطاقه الشمسيه للطاقه الكهربائيه. عطاونا واحد الرؤيه عميقه بزاف باش نشوفوا توجهات اللي غادي يكون عندنا مورا ان شاء الله البكالوريا، وعطاونا توجهات اللي غادي يكون عندنا الى سلكنا المنهج العلمي. والربح هو الكلمة المفتاح في ورشة خلق المقاولات لحث تلامذة قرية أسني على الاجتهاد والابتكار، وهي ورشة ضمن أخريات لاستكشاف جوانب في قارة العلوم. وعلى ملامح المستهدفين يظهر الاهتمام البالغ بجاذبية البحث العلمي والابتكار. من خلال هذه القافلة نحاول تنظيم ورشات لفائدة التلاميذ من أجل حثهم على الابتكار في مجال العلوم. بعد هذه الحصه اللي داروا معنا فكرت انني غنتبع ديال لي سيونس، وممكن نتبع ديال العلوم والتقنيات، وحيت عجبني بزاف هذا التوجه وغنكمل فيه ان شاء الله. وبعد قرية أسني ستتوجه قافلة العلوم إلى قريتي أمزميز وأيتورير على أن تستضيف كلية العلوم والتقنيات بمراكش تلامذة هذه القرى للوقوف على الفضاءات العلمية بهذه المؤسسة والتواصل المباشر مع الطلبة والأساتذة.